يا لحضن الوطن الدافئ الذي ينبع دفئه من رحمة الناس في مجتمع طيب أنتج قادة طيبون، لولاهم بعد الله لضاع من أخطأوا، وإلا من يصدق أن هذه حياة سجناء؟ وأي سجناء؟ إنهم نزلاء سجن المباحث العامة بالدمام الذين يعيش نحو نصفهم هذه الحياة سعياً لاحتوائهم وتصحيح مسار حياتهم. الوطن لو ما يحب ابنائه كان سوى لهم كذا، يعني ما اتوقع ان في دوله من الدول سواء العربيه ولا الاوروبيه ولا الاجنبيه كلها يعني تهتم في نزلائها او ابنائها بالطريقه دي. لا السجان هنا كما سجان البيئات الأخرى، ولا السجين كذلك، ففي السعودية المشهد مختلف كليا، ومن عاد إلى الحق امتلك الشجاعة فأنجته. أسر السجناء هم الأعلم بما يبذل لاحتواء من تشنجوا يوما في مواقفهم، وأعلم بالصفح ومعانيه. الله وحده أعلم كيف سيكون حالهم لو لم يقبضوا. رب ضارة نافعة، ضارة كتبت حياة جديدة لمن ضلوا. خالد الجناحي، الإخبارية، من سجن المباحث العامة في الدمام. وينضم إلينا من الدمام الأخصائي الاجتماعي حسين الناصر. أهلا وسهلا بك أستاذ حسين معنا. بداية، ما هي البرامج التي أشركتكم فيها أمن الدولة كمختصين اجتماعيين، وماذا عن الفئة الموجهة لها تلك البرامج؟ السلام عليكم ورحمة الله. برنامج بناء في البداية هو برنامج تحت رئاسة أمن الدولة يهتم، وهو برنامج بطني في المقام الأول، يضم مجموعة من المختصين من استشاريين وفريق متكامل يهدف للتعامل مع الفئة التي تورطت في الأحداث الأخيرة التي حدثت في المملكة منذ عام 2011 تقريبا حتى الآن، وينظر لهم كمواطنين يحتاجون لإصلاح ويحتاجون لبرامج مختلفة. فلذلك استضاف مجموعة من المختصين سواء من استشاريين أو أشخاص قد يكونون في التدريب، أخصائيين نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، ويقدم لهم دورات وبرامج مختلفة وجلسات فردية. تبدأ هذه البرامج منذ دخول المستفيد، ولكن تتركز قبل سنة تقريبا من خروجه، بعد أن يلقى الفريق الاستشاري واللجنة الاستشارية التي متكونة من أعضاء مختلفين. ثم تقوم هذه اللجنة بمقابلة المستفيد، نحن نسميه مستفيد لا نسميه سجين. نقف على مشكلاته، هل هي مشكلات نفسية، هل هي مشكلات اجتماعية، يعني نرى نقيم ما هي الاحتياجات على المستوى الفردي لهذا الشخص، ثم نحاول عمل تدخلات تقوم على البرهان والدليل العلمي توجه لهذه الفئة وفقا لمشكلات كل فرد على حدة. قد تكون هذه المشكلات مشكلات تتعلق بالأفكار، قد تكون هذه المشكلات تتعلق بالسلوكيات المختلفة. يتعرض هذا الشخص لهذه التدخلات على طول فترة بقائه، تكون في فترات يحصل فيها على محاضرات كثيرة جدا. نعم. تتناسب مع مختلف الفئات من المستفيدين في البرنامج، ثم هذا يكون البرنامج في الداخل طبعا. وعندما يخرج المستفيد يواجه، يعني يذهب إلى مكان آخر تسمى الرعاية اللاحقة، يوجه في
برامج كثيرة تراعي أيضا إكمال ما تم في الداخل، توصيات أخرى تواجه يعني لهذا المستفيد، بالإضافة إلى برامج أخرى موجودة في هذا المكان الذي يوجد فيه المستفيد. نعم أستاذ حسين، هل تسمعني؟ نعم. ماذا عن المشاكل التي ذكرت التي تواجهونها يعني مع السجناء؟ ما هي يعني أغلب تلك المشاكل المتكررة؟ كثير من المشكلات يعني يمكن أن نضع هذا من دائرة المشكلات السلوكية، وهي مشكلات سلوكية في دائرة واسعة جدا، يعني مثل مشكلات مثلا أن الأشخاص قد يشاركون أشخاصهم في آرائهم غير مقتنعين فيها، قد يفعلوا سلوكيات لا تتناسب يعني لا مع القانون ولا وربما يعني تمس أمن الدولة. نعم. يعني وقد تكون بعض المشكلات مشكلات في الأفكار التي يتبناها الأشخاص، يعني في مشكلات تتعلق بأن شخص مثلا تعرض لظرف من الظروف مع أحد من الأشخاص فيذهب للتعميم حول أن هذه الأشياء يمكن تعميمها على مختلف الأشخاص، قد يجد فرصة مناسبة في هذه الأحداث ليبرز ليكون له دور. فنحن في برامجنا نواجه معظم هذه المشكلات تدور حول هذه الدوائر، يعني هناك تخصيص أيضا على ما يبدو للبرامج. نحاول قدر الإمكان أن احنا نعمل برامج مختلفة كثيرة للتوجيه لمثل هذه البرامج. نعم، بالحديث عن تخصيص البرامج يعني للنزلاء، هناك برامج خاصة للمواطنين الشيعة، يعني بعض المطلعين على وسائل الإعلام المعادية ربما دائما تحرص على تكريس نظرية الاضطهاد، هل هذا الفهم ربما ملحوظ للذين تورطوا بمواقف أدت إلى سجنهم من واقع تجربتك؟ نعم، هناك من تورط في قضايا يعني نتيجة التأثر بوسائل إعلام، وسائل إعلام مختلفة، وعادة الإعلام المضاد دائما يريد أن يوجه رسالة ويعمل على مسألة الاضطهاد، وكأن الناس لا يأخذون حقوقهم، يعني لا يوظفون، يتأخرون في كل الأشياء، في مقابل أنهم يحاولون إبراز أن هناك طبقة أخرى أو فئة أخرى، فئة يعني تحصل على كل الأشياء. جميل. أستاذ حسين، ما هي الرسالة التي تريد ذكرها في ختام هذا اللقاء؟ ماذا؟ رسالتك في ختام هذا اللقاء. جميل، أشكركم على هذه الاستضافة. يعني كلمة أخيرة أقولها في حق البرنامج، البرنامج رسالة وطنية كبيرة جدا، وأقول أن برنامج بناء في الرعاية والتأهيل استطاع أن يقدم نموذجا رائعا للوطن ربما لم تستطع أن تقدمه البرامج الأخرى.